السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا هلا والله شباب، شو اخباركم؟ عساكم طيبين. اليوم احنا وين متوجهين يا كوتش حسن؟ متوجهين لنادي الهلال ان شاء الله، لمسانده براعم نادي الهلال ضد نادي الاتحاد القادم من جده، وباذن الله متمنين لهم توفيق ان شاء الله. طبعا وجهت لكابتن الجوهره دعوه لمسانده براعم الهلال، وين صحيح وجهت لهم دعوه، وباذن الله احنا رايحين نساندهم وفالهم التوفيق ان شاء الله. الحين وصلنا الملعب، توقع لمن؟ الهلال اكيد 3-1. في احد يتوقع على الاتحاد؟ لا 3-1، لا انا اتوقع الاتحاد. لا 3-1 3-1. وخلونا مع اجواء المباراه. الشوط الثاني كم تتوقع؟ والله ان شاء الله اذا حافظ الهلال على التغطيه والتقفيل من خط الوسط ان شاء الله النتيجه بتكون مضاعفه تقريبا يعني، او تنتهي 3-0. 3-1 الهلال. والله التوقعات يعني اتوقع ان الهلال طبعا بيحسمها، الهلال بيحسمها يعني. الحين 2-0 واللعب الهلال كله مسيطر على الشوط الاول، ولا الهلال هو الاقرب للفوز حقيقه يعني. الاتحاد ليه؟ ما احب الهلال. كم ان شاء الله الاتحاد يفوز. كم؟ انا اهم شيء ابغى يفوز. ايش خلاك تجي تشجع براعم الهلال؟ والله انا تصدق اني جاي من مسافه حدود 900 كيلو من الباحه، انه واحد من اولادي يلعب في الملعب. والله الكره بين الفريقين جميله جدا والله. الاتحاد يعني ما ظهر بمستوى في الشوط الاول، ما شفنا منه اي خطوره ولا في اي لمحات يعني تدل على الخطوره ولا في اي حاجه. اذا كان المدرب اللي وراي ثاني في الشوط الثاني يغير من نهجه في الشوط الاول ممكن يعني. توظيف ما شاء الله تبارك الله فريقين، خاصه اللي يلعب الجنب اليمين بتاع الهلال ما شاء الله تبارك الله، واليساري بتاع الاتحاد. انا احب الكوره على اي فئه كانت يعني، انا ما نبي الاهلي ولا انا مصري ولا، لكن انا من الجماهير العاديه يعني، اي كوره اشوفها ان شاء الله حتى في الحواري يعني. فانا احب الكوره حقيقي يعني، سواء صغار ولا ان كانوا صغار هذول ابنائنا، فلازم تشوفوا تفرج لهم المتعه يعني، على عصريه على والجو اللطيف والحمد لله يعني. احب الكوره مره، انا من صغري وانا بالكوره. نعم الله يعافيك وشكرا لكم على هذا اللقاء، واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق.
مهما كان نقول للهلاليين مبروك صح؟ مبروك ثلاثة بين واسية كل الفرق الحمد لله. انتهت المباراة 3-0، ايش تقول لخالد؟ والله ما شاء الله عليه الحمد لله برز ما شاء الله متعة في الملعب ولمسة باصات ما شاء الله عليه يعني ان شاء الله من افضل لافضل اتمنى له التوفيق اتمنى يستمر على هذا المستوى واكثر وهو عنده امكانيات على وعلى فاتمنى له التوفيق ان شاء الله. مشجع ولا؟ لا عندي اخوه ما شاء الله يلعب في الهلال نقول مبروك لك الله يبارك فيك مبروك لك ولاخوك والهلاليين كلهم رئيس الرابطه ايش تقول اليوم؟ والله الحمد لله احنا ورا فريق كبير ضد الهلال فريق الهلال والحمد لله ساعدناهم وازرناهم بما فيه الكفايه هم يستاهلون اكثر صراحه والصوت راح لنجم الهلال صراحه يستاهل الهلال يستاهل نحيي لاعب الهلال ايش اسمك؟ اسمي فادي خشيبي تلعب في اي فئه؟ في 18-16 كذا اول شيء ابارك لك الفوز اليوم وش تقول اليوم بمناسبه فوزكم؟ مبروك على الهلال وباقا من افضل لاعب اليوم شفته في الهلال؟ والله برناوي برناوي وش يلعب؟ سنتر سنتر طيب عرفنا اليوم مش كان المباراة دوري ولا كاس ولا نهائي لا دوري دوري نقاط طيب وش آخر شيء تحب تقوله فوز الهلال مرة ثانية والصدارة بس إن شاء الله كل الهلال شو اسمك يا بطل فوز الراجل تلعب في الهلال في أي فئة ما اقول لك مبروك الفوز وش تقول لاخوانك اللاعبين اقول الله مبروك الفوز وما قصرتوا على لعبكم اليوم بس يعطيك العافيه تلعب في الهلال لا وين تلعب فيه جاي مع اخوك جاي مع اخوك الله يسعدك يا رب معنا النجم عبد الرحمن مبروك الفوز ما شاء الله وش المستوى هذا ما شاء الله قدمته 3 والاتحاد ولا قدر ولا يسجل هدف والله نقدم للجمهور بعد الملعب ان شاء الله جيده الله يسعد المباراة كانت جيده وقويه حي الله والله ما شاء الله جعفلون صراحه اتحادي انا هلالي انت اللي جحولتوه جعفلنا مليح 3-0 اي والله شفت الباب ذا ايوه اطلع معه بتشترك في قناتنا تحط لايك لازم اول واحد نشوفه كذا وصلنا لنهايه الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات واهم شيء اللايك مع السلامه